الحكايه باختصار هي عباره عن مقوله كده كانت مكتوبه، انا بتجوز والجوازه واقفه على 4000 جنيه زي ما حضراتكم كده شايفين على الشاشه، حد يقدر يساعدني كلنا اخوات. العباره دي كتبها ولد شاب عدى 30 على يافطه كده صغيره، الولد ده اسمه احمد وكان واقف بيها في شارع شهاب في المهندسين. زي ما احنا شايفين في الصور احمد شاب لابس هدوم انيقه جدا وباين عليه انه ابن اصول، لكن اكيد في ظروف اجبرته انه يعمل كده، وده اللي هنعرفه منه شخصيا. معايا على تليفون احمد. الو، مساء الخير. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. اتفضل، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. احمد، طبعا انا عايزه اقول انه اكيد الظروف اللي احنا بنعدي بيها والغلاء اللي بنشوفه دلوقتي، انا اكيد بوجه رساله لكل الاباء والامهات انه يحاولوا يهدوا شويه من طلباتهم. اللي عايز اساله لك هو انه الانكم او العائد بتاعك في الشغل هو اللي اجبرك على النزول للشارع وانك تحط يافطه بالشكل ده، ولا انه طلبات الاهل والعروسه هي اللي اجبرتك على كده؟ لا خالص، هي الفكره بس ان الاسعار فعلا حقيقي طبعا بتعلى شويه كل فتره، وفي نفس الوقت الدخل بيبقى ثابت، فهو ما فيش اي دخل اضافي. فالفكره كلها ان هو الدخل ثابت زي ما هو، الطلبات زادت جدا، ف يعني اللي جاي مش على قد اللي رايح، قصدك تقول كده يعني. بالظبط. طب ال 4000 دول كانوا واقفين على ايه؟ يعني انت كنت ال 4000 دول عايزهم عشان تعمل بيهم ايه؟ ده كان علشان جمعيه دي المفروض ان هي اخر قسط الجمعيه بتاعت الفرح، فجت في الاخر خالص ما قدرتش ان انا ادفع الفلوس دي، او ما قدرتش ان هي تجيلي بسبب طبعا ان زي ما حضرتك قلتي اللي رايح اكتر. بس ف يعني السبب بقى ان الجوازه تقف على ان الفرح ما يتعملش. يعني هي كانت ديون يا احمد، كانت عليك ديون كنت مضطر ان انت تسددها. طيب المفترض ان انت ان شاء الله اللي جاي ناوي تعمل ايه؟ هتسافر وهتعمل الحاجات دي ولا هتكتفي بالفرح بقى وهتبدا ان شاء الله شغل على طول بعد الفرح؟ لا انا اكتفي بالفرح بقى مؤقتا ونبدا شغل، وان شاء الله السفر يجي بعدين ان شاء الله. والف الف مبروك مقدما يا احمد، وان شاء الله ربنا ييسرها علينا كلنا يا رب. بس انا خليني اسالك يا احمد على حاجه تانية، ردود افعال الناس بقى في الشارع كانت عامله معاك ازاي؟ يعني لا كانت لطيفه جدا. يعني لميت ال 4000 ولا ما لمتش؟ طيب لا ما لمتش. ما لمتش برضه ال 4000؟ طيب بس انا كنت مبسوط الحقيقه بالناس، الناس كانت عامله اكتر رقم خدته كام يا احمد؟ يعني اكتر حد اداك رقم كان كام؟ اكتر حد كان اعتقد كان 100 جنيه تقريبا. طيب ده حلو والله. طب كويس، ده الناس يعني لسه بخير وبتساعد ولسه في الشهامه المصريه عمرها ما بتتغير على مر الظروف. دي اكتر حاجه يعني لقيت فعلا رد فعل الناس منتهى الاحترام، منتهى الاخوه، منتهى كل حاجه جدا. ربنا يكرمك ويوفقك يا احمد وبالتوفيق، وتبقى تكلمنا بقى وتعزمنا على الفرح ان شاء الله ونشوف ولادك ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا احمد، بس خليني اقول لك على حاجه.